برعاية الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظ حماة وبمناسبة يوم المعاق العالمية، أقام نادي باسل الأسد للفروسية بحماة وبالتعاون مع هيئة الأولمبياد الخاص وجمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وفرع اتحاد شبيبة الثورة سباق الأولمبياد الخاص بالفروسية على أرض مضمار نادي باسل الأسد للفروسية، وحضر السباق فعاليات أهلية ودينية وحزبية. حاولنا من خلال هذه المشاركة زرع الفرحة لدى أطفالنا وأهاليهم. هي رسالة جديدة أننا طبعا للإرهاب وداعمي بأننا موجودين وأننا سنمارس نشاطنا. مجلس إدارة دخل على نشاطاته بقوة هذا العام بعد توفر الأمن بمدينة حماة والحمد لله، وكان من اهتمامات مجلس إدارة الاهتمام برياضة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم عندنا أربع رؤوس خيل، 25 فارس مقسمين على فئتين، فئة مرافق فئة من دون مرافق، مسلك بسيط، عملنا موانع بسيطة، أهم شيء هي السلامة والمشاركة، أهم المنافسة، الكل رابي. نحن كجمعية سورية للتنمية الاجتماعية بتدعم دائما أي مبادرة بتخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتدعمهم بشكل دائم لإثبات ذاتهم، لإثبات وجودهم في المجتمع، إعطائهم حق، نسلط شوية ضوء أكثر على قدرات وإمكانية ذوي الاحتياجات الخاصة. من قبل كان عندنا حلقات سابقة أو مرات سابقة بالأولمبياد، انقطعنا فترة معينة وهلا ردينا رجعنا، شاركنا، عندنا فرسان مشاركين معنا وفي عندنا فقرة رقصة بسيطة قدمناها لأطفالنا. فزت ولا ما فزت؟ برافو. 10 مليون. برافو. تمام. شو هلا حتساوي؟ هلا تساوي شو حصان وجارة الدهري والفلي هونيك العجمي واليسار. السباق تضمن عددا من الفقرات الفنية قدمها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم بدأ السباق المتضمن عددا من المراحل بمشاركة 40 طفل و4 خيول عربية أصيلة.